اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا، وهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وأنقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا قلبا خاشعا، ارزقنا قلبا خاشعا، ارزقنا قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وحلالا فيه، ارزقنا قلبا خاشعا، ارزقنا قلبا خاشعا، ارزقنا قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وحلالا. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا، وهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وأنقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا قلبا خاشعا، ارزقنا قلبا خاشعا، ارزقنا قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا،
وحلال. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا، وهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وأنقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا قلبا خاشعا